عقدت مؤسسة حياة كريم رابع جلساتها للحوار المجتمعي بقرية وردان بمحافظة الجيزة، واستعرضت الجلسة مقترحات المواطنين لتطوير القرية وحل المشكلات التي تواجههم. واحنا النهارده موجودين علشان نكمل سلسله لقاءات الحوارات المجتمعيه بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهوريه. احنا النهارده في قريه وردان، احد قرى مركز منشيه القناطر، ده اللقاء الرابع تقريبا. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتواصل مع كل فئات المجتمع المدني، نسمع ارائهم ومقترحاتهم، بنحاول نوضح لهم دور المؤسسه ودور المشروع وايه اللي احنا قدمناه الفتره اللي فاتت وبنقدمه الفتره الجايه. محاور الوضع تمثلت في خدمات تعليم وخدمات صرف صحي وخدمات ومبادره راجعين نتعلم وغيرها من المبادرات. استفاد منها مركز منشيه القناطر بالفعل، لان الشغل الفعلي في مركز منشيه القناطر ان شاء الله هيبدا في يناير 23، فكان في توجيه لسياده الرئيس ان احنا في المرحله الثانيه ما نشتغلش مره واحده، نسمع الناس الاول، نسمع احتياجاتهم، نسمع مقترحاتهم، نسمع ارائهم، ايه اللي نفسهم يتنفذ من المبادره ونشركهم في هذا الامر علشان يبقوا عارفين ان ده حاجتهم، وبعد كده يحافظوا على الخدمات اللي هتتعمل. لا في وعي وفي استجابه كبيره جدا من الناس، وفي ناس يعني زي ما سياده الرئيس بيقول ان الناس ليها قدره، يعني بنراهن على وعي الناس، والناس مستجابه معانا بشكل هايل وحاجه محترمه، يعني محترمين المبادره وبيعرفونا يعني وفي ترحب بينا.